وإن كثير اليوم من يدعون أنهم على منهج السلف وهم على ضلال وعلى أخطاء كبيرة وينسبونها لمنهج السلف، فلذلك صار الكفار والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يسبون السلفيين، وكل جريمة وكل تخريب وكل بلاء يقول هؤلاء هم السلفيون. هذا السلفية بريئة منه كل البراءة، والسلف براء منه، وليس هو على منهج السلف. منهج السلف علم نافع وعمل صالح وأخوة في دين الله وتعاون على البر والتقوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم.